السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبسلامة. رجعنا فيديو جديد من لعبة فار، بس هالمرة راح يكون الفيديو غريب، لان هذه المهمة ما راح يطلبها منك ابدا، فلذلك راح تكون المهمة سرية، واعتقد هذا السيزن راح يكون سري. فالمكان راح يكون وهذا المكان قريب من ما قرب غابات الباكية، واللي هي راح تنزل تحت الارض في هذا البيت، راح تجي لهذا المكان. بلا صح، اذا جيت لهذا المكان راح يكون يسارك كانما اجتماع، مثل ما تشوفون هذا المكان محدد على الخارطه كانه اجتماع للدبابه، واماكن اللي مطلوبه منك تزورها او تاخذ الاشياء اللي راح يكون بالفيديو، راح تكون توضيح اكثر. راح يكون بالفيديو 5 اماكن وراح نزورها، واول مكان راح يكون مثل ما هو موضح امامكم، راح يكون قرب بليسان بارك او فوق من بليسان بارك، واللي هو حديقة السعادة اعتقد، او متنزه السعادة مثل ما تشوفون امامكم. راح يكون اول شيء تاخذه مكتوب من اجل الدببة، او فور ذا بير بالانجليزي. طبعا هذا المكان الاول. من المكان الثاني راح يكون قرب من المزرعة، مزرعة الجنون، او فوق من مزرعة الجنون، واللي هي فرنزي فارم مثل ما تشوفون امامكم. هو هذا المكان الثاني اللي ممكن تلقى بيه اللي عسل اعتقد، واللي اذا تاخذه راح يكتب لك من اجل الدبابة. والمكان الثالث ايضا قريب من منطقة فرنزي فارم او مزرعة الجنون، اللي هي موجودة ايضا في تقريبا في وسط الخارطة مثل ما تشوفون امامكم. هو هذا المكان الثالث اللي ممكن تزوره وتاخذه وراح ينحسبه. طبعا فاز هذا التحدي او تشالنج او اي شيء ممكن يسموه شنو ما ادري، بس مجرد راح تحصل اكس بي. والمكان الرابع مثل ما هو موضح امامكم ايضا، راح يكون هذا المكان قريب من الجبل، راح تجي وتاخذ العسل باسهل ما يكون. والمكان الاخير، والمكان الاخير راح يكون مثل ما هو موضح امامكم، واللي هو راح يكون بركة قريبة من منطقة شجيرات هولي اعتقد، مثل ما هو موضح امامكم. طبعا راح تجي وتاخذه باسهل ما يكون، راح يكون هذا المكان اللي راح يتواجد به المكان الخامس والاخير. بس الى عرفة راح تحصل على نقاط خبرة 42500 نقاط خبرة ولهنا وبس. اتمنى عجبكم الفيديو، تنسون لايك واشتراك بالقناة، فعلوا جرس التنبيهات. كان معكم هنتر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.